اهلا بيكم متابعي قناه الصحه والجمال، برنامج بكره احلى. النهارده احنا في قريه نجير، محافظه الدقهليه، مركز ديكيرنس. النهارده احنا في منزل الحاج عبد الخالق، احمد عبد الخالق، امين عام الفلاحين والامين العام لحزب المؤتمر بديكيرنس، مرشح لعضو مجلس الشعب عن دايره ديكيرنس شربين بن عبيد رمز السيف رقم 13. هنعرف كتير عنه وعن حياته وبداياته وطموحاته، وهنعرف كمان اراء من اهله ومن اهل دايرته، وايه هو اللي ممكن يقدمه لاهل دايرته في حال قدر له النجاح ان شاء الله. بالتفاصيل البسيطه كده، هو واحنا جايين لاحظنا حاجه بسيطه وحاجه مهمه. تقريبا الشغل الشاغل ليه هو الفلاحين. هنعرف كتير عن السيره الذاتيه ليه، وهنعرف بداياته ومشواره وتاريخه سواء في العمل الاجتماعي او السياسي. تعالوا معانا نشوف الحلقه والحوار مع الحاج عبد الخالق، احمد عبد الخالق. رمز السيف عبد الخالق يا حبيبنا، احنا اخترناك نائبنا ورمزك غال علينا، رمز السيف جوانينا، علم على رمز السيف، هو الراجل النضيف، قم بسرعة وحط صوتك للي بيخدم من زمان، حط صوتك ويا صوتي تحت قبة برلمان، عبد الخالق هو حبيبنا والنائب التمام، عبد الخالق يا حبيبنا احنا اخترناك نائبنا ورمزك غال علينا، رمز السيف هو علينا كلنا وياك يا عبدو، نبدأ المشوار معاك يلا ندعي من قلوبنا ربنا يسدد خطاك، ده انت جوه القلب ساكن كلنا دايما معاك، المسؤولية عشان كبيرة عايزة حد يكون جريء، وانت سيرتك احلى سيرة رايحة جاية على الطريق، من زمان مع ربي كرمك ما بخلتش بشيء، عبد الخالق يا حبيبنا احنا اخترناك نائبنا، مصر محتاجة اللي زيك اللي جواك الضمير، طول ما في الدنيا زيك لسه في الدنيا خير، ربنا يقويك يا ولدي عالحمل التقيل، عبد الخالق يا حبيبنا احنا اخترناك نائبنا ورمزك غال علينا، رمز السيف جوا عنينا، مهما اقول عنك وابدأ مش هخلص في الكلام، مش هلاقي حاجة توصف الادب والاحترام، ده انت من كرمك لوحده يحلو الكلام، ياللي خايف عالبلد دي، ياللي بتعشقها بكفاح، ياللي دايما صوت ضميرك هو حي على الفلاح، ربنا وياك يا ولدي يكتب لك نجاح، عبد الخالق يا حبيبنا احنا اخترناك نائبنا ورمزك غال علينا، رمز السيف جوا عنينا كلنا بقلوبنا جنبك مش هنقبل بك بديل، كلنا بنكتب باسمك حبنا اكبر دليل، اللي شال ويا همومنا الراجل الاصيل، ياللي كل الناس بتشهد عاللي قدمته بايديك، ياللي تستاهل واكتر من اللي قالوا الناس عليك، والله كل الناس في كفه وهنشور عليك،
عبد الخالق يا حبيبنا، احنا اخترناك نائبنا ورمزك غالي علينا، رمز السيف جوانينا، بكرة نبني معاك املنا، نرسم الحلم البريء، قول يا ابونا وقول يا شيخنا، هو ده الراجل الجريء، ده احنا وياك من البداية لنهاية الطريق، كلتنا طريقنا واحد ولا زيك مليون واحد، عبد الخالق يا حبيبنا، احنا اخترناك نائبنا ورمزك غالي علينا، رمز السيف جوانينا، علم على رمز السيف هو الراجل المعروف، علم على رمز السيف. اهلا بيكم، اهلا بيكم، انا صحه وجمال ونعمل بكره احلى. والنهارده احنا خيارنا الحاج عبد الخالق احلى من خالد مرشح انتخابات مجلس النواب عن دايره شاهدين مجلس بنات، رمز السيف رقم 13. النهارده هنتكلم معاه عن البرنامج الانتخابي وعن السيره الذاتيه الخاصه بيه، وايه الهدف من خوض انتخابات مجلس النواب. بصراحه واحنا لما نزلنا في ضيافته النهارده، احنا حاليا في المؤتمر الشعبي الخاص بيه لاهل دايرته، اتكلمنا مع الناس وقابلنا اهل الدايره تقريبا، مش عشان احنا بنسجل معاه بس، بصراحه دي حاجه احنا اتلمسناها، مفيش حد قابلناه او اتكلمنا معاه الا وكان بيشكر فيه، وان هو بيعمل خدمات من قبل ما يخوض حتى التجربه هو والعائله كلها. النهارده احنا بنرحب بالحاج عبد الخالق احمد عبد الخالق معانا في برنامج بكره احلى، نورتنا يا حاج واهلا بيك معانا في البرنامج. اهلا بك يا فندم. في البدايه كنا عايزين نعرف الناس بالسيره الذاتيه لحضرتك، الاهل دايرتك وكل المشاهدين بيتفرجوا عليك. انا عبد الخالق احمد عبد الخالق، رئيس الجماعه المشتركه لائتمان الزراعي مركز ديكيرنس، وعضو الجماعه المركزيه لائتمان الزراعي بمحافظه دقهليه، وكنت امين عام الفلاحين بالحزب الوطني للامانه العامه بمحافظه دقهليه. ويعني انا شغلتي انني بخدم الناس لوجه الله، واحب اقدم خدمات واحب اعمل اي حاجه، يعني الحمد لله ربنا بيوفقني وما فيش حاجه بتقف قدامي بعون الله. وانا بيتنا مقصود واهل البلد قصدين بيتنا علشان خدمات وعلشان مصالح، سواء بناء مدارس، بناء مساجد، بناء دار مناسبات، بناء اي حاجه في البلد، ربنا بيقدرنا وبنعمل على حل اي مشكله وبنعمل صالح ان شاء الله. واحنا عندنا عملنا جمعيه اهليه في البلد برضو، انا سكرتيرها، عملناها من سنه 98، النهارده اصبحت صرح شامخ يعني ايه، على خدمه الناس ومساعده الناس اهل البلد ودعم اهل البلد، واي كوارث تحصل لاي واحد سواء يعني اي ظروف عنده كارثيه بنساعد فيها وبنقف جنب الاهالي في البلد ان شاء الله. ال 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 الاعمال الخيريه اللي حضرتك عملتها اغلب الناس اللي سجلنا معاهم اتكلموا الحمد لله، بس برضو اكيد في هدف اسمى وهدف اقوى من ترشح حضرتك للانتخابات، يعني اكيد حضرتك عايز تقدم اكتر لاهل. احنا عايزين يعني نخدم مصر ونخدم اهل بلدنا واهل دايرتنا. في ناس كتير غلبانه مش عارفه توصل لحاجات كتير، يعني مثلا انا فوجئت في مركز شربين ان ناقصوا مثلا خدمات كتير، زي مثلا التامينات والمعاشات، زي مثلا وحده تصريح بتاع تصريح سفر، وحده جوازات، خد بالك. فما ينفعش ان يجي الفرد من شربين للكرمس عشان يعمل جواز او علشان يدفع تصريح العمل او علشان يجي المرور، يعني عشان يعمل خدمه معينه يعني سافر. حرام ان يسافر مثلا 30 40 كيلو لما يجي من كفر التب ولا اخر الدنيا عشان يجي الكرمس، بيمشي 40 كيلو عشان يقضي مصلحه. البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك اكيد بدؤه باولويات، تأكيد الاولويات دي والله مثلا الفلاحين، الفلاح مظلوم، الفلاح الوحيد في البلد دي مهضوم حقه، الفلاح الوحيد هو المنتج،
الفلاح الوحيد هو اللي بيشتغل، الفلاح الوحيد اللي ما وقفش وقفات احتجاجيه، والفلاح الوحيد هو اللي بيطلع يحط صوته. الجماعه في المدن ما بيطلعوش، الفلاح الوحيد هو اللي بيطلع يحط صوته، بيقف في الانتخابات، هو اللي بيعمل كل حاجه. ف وبرغم كده مظلوم حقه ضايع، فاحنا نقف جنب الفلاح ندعمه، نشوف مصالحه عايز ايه، واي حاجه ان شاء الله احنا مع الفلاح باذن الله. وده اللي بيدعمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من النقاط والمؤتمرات اللي بيقول دايما دور الفلاح في المنطقه. بس ايه هي رؤيه حضرتك في دعم الفلاح المصري بشكل عام ودعم الفلاح في محافظه الدقهليه ودايرتك بشكل خاص؟ والله هو الفلاح كله على مستوى الجمهوريه هو فلاح واحد، ما بيجزأش من مكان لمكان، وممكن تختلف من محافظه لمحافظه او من وجه بحر وجه ابلي نوع المحصول اللي بالزرع. انما احنا عاوزين ندعم الفلاح. بمعنى ايه ندعم الفلاح؟ احنا نعمل صندوق موازنه اسعار للفلاح، في محصول طبعا اسعاره هبطانه غير مجديه، الدوله تدعم الصندوق ده بتاع الفلاح من خلال هذا الصندوق. الفكره برضو اكتر بعد اغلاق الصندوق، ايه هي الاحتياجات الناقصه للفلاح؟ من موارد، من دعم، احنا شفنا توسيع ركن الارض الزراعيه في بعض الاماكن الصحراويه. ايه اللي حضرتك شايفه بما ان حضرتك برضو ناصر قبل الفلاحين في تطوير منظومه الزراعه في مصر بشكل عام؟ هو تطوير منظومه الزراعه في مصر لابد الفلاح يلجا لتطوير الزراعه الحديثه، يلجأ للزراعة الحديثة والتطوير الزراعي، لأن دي اللي بتحتاج الميكنة والرقعة الزراعية تكون واسعة أكتر، يعني الإيرات والنص إيرات والفدان ما ينفعوش، إحنا عاوزين مساحات أكتر، وعاوزين ندعم الفلاح عشان يقدر يواكب العصر في الزراعات الحديثة. هل حضرتك شايف بالنسبة لوجبة العصر في الزراعات الحديثة سواء عن طريق طرق الري أو إدخال طرق الري الحديثة، الميكنه الحديثه، يعني ما بقول تسويق المحاصيل للفلاح، لان الفلاح ما بيعرفش يسوق محاصيله، بيجي مثلا ايام الرز او ايام القمح التجار بيشتروه من الفلاح، يبقى مثلا الارداب ب 600، الدوله عاملاها ب 650 جنيه، يجي الفلاح ياخده ب 620، بتاع التاجر بياخده ب 620 او 570، يبقى في فرق 100 جنيه ولا 200 جنيه في الارداب التاجر بيكسبها من ورا الفلاح. فيا ريت الدوله تحط هيكل لهذا العمل، ان الفلاح هو اللي يود محصوله، هو اللي يقبض ثمن محصوله، حتى يكون في ثمن مجدي له، يقدر يجوز ابنه، يجوز بنته، يبني بيته، يعمل اي حاجه. يعني عمليه الزراعه عمليه مهمه جدا في الصناعه، الصناعة عملية مهمة جدا في القضاء على البطالة، والبطالة دي جزء مهم بيواجه الشباب في المجتمع المصري. ده طبعا ده أكبر جزء مهم، لأن الشباب عايشين في عصر بطالة رهيب جدا، الشباب ما عادش تعيينات، الشباب قاعد يسهر طول الليل وينام طول النهار، ما عندوش انتماء للبلد. فاحنا عاوزين يعني نصعد هذه المواضيع، وعاوزين الشباب يحب بلده وينتمي لبلده علشان يعني ايه الصالح العام، وعلشان احنا بنحب مصر ونقف جنب مصر في اي مواقف، فلابد نخلي الشباب يحب مصر. ممكن الدمج، عمليه الدمج ما بين الزراعه عامل مهم في الصناعه والتجاره، هل في رؤيه ممكن يتم وضعها للقضاء على البطاله؟ من وجهه نظر حضرتك ممكن تتعمل ازاي؟ او ممكن حضرتك ما هو بانشاء المصانع، ما هو عشان اعمل اقضى البطاله لابد ان انشئ مصانع وشركات تستوعب العماله من الشباب اللي هو عطلان، عشان الشباب يشتغل. عايزين نبذة برضه عن يعني حضرتك البرنامج الانتخابي بشكل عام، حضرتك في اولويات للبرنامج بخلاف الفلاح؟ طبعا الفلاح رقم واحد عندي في اولوياتي، والتعليم والصحه دول مهمين، وزي ما الرئيس مهتم بالصحه والتعليم، لان هو الدوله من غيرهم ما تنفعش. عايز اتكلم، لان العلم هيحافظ علينا في كل حاجه، هيحافظ علينا في الصحه، هيحافظ علينا في الفلاحه، في الزراعه، في الصناعه، في كل حاجه. العلم هو الاساس، العلم هو اللي بالعلم ترتقي الامم. عايز اتكلم بس في موضوع التعليم، ان محافظه الدقهليه محافظه واسعه كبيره، والدايره كمان يعني احنا كنا بنعمل لقاءات ان الدايره بقت كبيره، بتشمل ثلاث مراكز. هل حضرتك شايف ان المراكز محتاجه فعلا تطوير لبعض مؤسسات التعليم؟ بالتاكيد محتاجه كتير، حاجات كتير جدا.
تطوير التعليم ونظام التعليم وطبعا يعني دي اولويات اساسيه في الدوله، والرئيس يعني وضع اهتمامه بالقصه دي. طيب جزء الصح، احنا عارفين الفتره الاخيره كورونا مشاهداتها العالم كله، العالم كله كان في كورونا طبعا. اكيد هنا الناس كانت بتتكلم، الشخصيات العامه وبعض الناس كلهم، كنت ليه حضور وواجهتوا ده ازاي؟ وايه هي الاستعدادات اللي جايه ممكن تقدموها في الخدمه الصحيه للمواطنين، والخدمه الصحيه دي من اهم الخدمات اللي بتواجه الشعب؟ والله واجهنا الموضوع دوت عندنا الجمعيات الاهليه وبيت المال وبعض رجال اعمال والناس المهتمين بالاعمال الخيريه، ان احنا طبعا كنا بنجيب مواد اللي هو الكلور والمطهرات وبنرش البلد وبنرش المدارس وبنرش المصالح الحكوميه وبقدر المستطاع، وجبنا كميات وزعناها على الاهالي بحيث نحافظ على الشعب بتاع البلد. انا كنت عايز اسال حضرتك في جزء الاعمال الخيريه، وهسالك السؤال ده بشكل شخصي. اتفضل. هنا عملنا لقاءات مع بعض الناس اللي بيحبوا حضرتك واتكلموا ان حضرتك بتدعم تقريبا كتير من المتطلقات او البرامج او الحاجات دي. ماذا سعادتك في العمل الخيري اللي حضرتك بتقدمه في اشهر به؟ والله يعني بامانه يعني يعني لو تبقى تشوفني وتحسني، انا ببقى اسعد واحد في الدنيا لما اروح ادي لواحد شنطه او ادي له لحمه او ادي له حاجه ويبقى هو مبسوط، ببقى اني سعيد عنه هو شخصيا. يعني اذا كان الشخص اللي بياخد حاجه بقى مبسوط او فرحان، انا فرحان اكتر منه مليون مره. والحمد لله يعني السنه دي بلدنا كانت الجميع بيتبارى ليعمل شنط، الجميع يعني هنا رابطه شباب، هنا مجموعات كتيره، كل واحد كان بيعمل. انا يمكن انا في ظروف خاصه انا الشخصيه، انا كنت عامل 500 شنطه وكنت امشي اوزعهم بعربيتي اعبيها وامشي اوزع على البيت بيت 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 بنفسي. المرأة احنا كنا بنتكلم الدعم الخيري للمرأة، لكن المرأة دور مهم جدا في الدايرة وفي التعامل. طبعا المرأة هي نصف المجتمع، هي الأخت وهي الأم وهي الزوجة وهي الابنة، هي كل حاجة، وهي اللي بتعمل كل حاجة وبتنشط كل حاجة، ولولا المرأة ما كناش يعني أقول إيه بنتكلم كلام فلاح. طب رسالة حضرتك للشباب، إحنا عارفين الشباب بيواجه صعوبات كتير دلوقتي. أنا أقول للشباب يعني لا تيأسوا، وإن شاء الله لابد تمر عليكم حلول، وإن شاء الله الرئيس مش هيسيبكم. يعني الرئيس اللي أنقذنا وانقذ مصر من براسن العدوان الغاشم كده وخطفوا البلد مننا، والرئيس رجعها لنا تاني، فباذن الله الرئيس هيحافظ على الشباب وهيرجع مصر لاولادها وهيحافظ على اولاد على الشباب البلد. يعني الرئيس مراهن على حاجات كتير وبيكسب في النهايه. عايز برضو ارجع لحضرتك على جزء الشباب، برضو نعيد اكتر، الشباب ممكن يكون محتاج ايه من حكي عبد الخالق، وممكن حكي عبد الخالق قبل. والله انا استطعتي اللي اقدر عليه والشباب محتاج مني، لن اتردد لحظه، لن اتردد لحظه ما دام له الحق. ان شاء الله ربنا معانا وربنا ينصرنا باذن الله. حابب حضرتك يعني تقدم بالنسبه للمعركه الانتخابيه، قبل ما اقول لحضرتك الجزء الخاص باهل الدايره، المعركه الانتخابيه معركه شرسه طبعا. حضرتك خدت الانتخابات بشكل مستقل، كنت عايز اسال حضرتك ليه ما فكرتش تخوض بشكل حزبي، او هل تعرض عليك الموضوع ان انت تخوض بشكل حزبي؟ والله انا قدمت في الحزب عشان اجي في القايمه كمعوق، خد بالك، والاخر طلبوا ورقي وطلبوا حاجات كتير جدا وفي النهايه ما جاناش. وانا فانا يعني الحمد لله بعض الناس قالوا لازم تترشح وترشح. انت نزلت انتخابات بناء على طلب اهل؟ طبعا 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 كتير جدا يعني. كتير الناس من اهل الدايره اصروا ان اترشح، والحمد لله احنا موقفنا حلو والحمد لله الامور ماشيه كويسه يعني بشكل عام يعني. طيب حضرتك تتواصل مع الناس في الشارع يعني؟ يا باشا انا خدام، انا خدام للناس، انا بصحى من 5 الصبح للساعه 12 شغلتي خدمه الناس، ما وريش مصلحه الا خدمه الناس، وانا بالتأدي فيها لذه وصحه حلوه وكل حاجه الحمد لله.
انا يعني ما لا عندي شركات ولا عندي مصانع، انا فاضي لخدمه الاهالي، فاضي او من الصبح من النوم من الساعه 5 6 الصبح لخدمه الاهالي. طيب احنا كنا برضو التمسنا من بعض الناس، بعض الناس كانوا بتتكلم على رصف الطرق، خدمه رصف الطرق هنا بشكل عام كل الناس بتطالب، النائب بتطالب بالاهتمام بالطرق مشربين وتكرس وبنات. والله هو شخصيا الرئيس عن نفسه مهتم بالطرق والكباري، منظم البلد على اعلى مستوى، وانا يمكن كنت لنا ارض في وادي النطرون بروح له، كنت في القاهره مره قلت اما اطلع من القاهره كده وتلاقي حاجه عظيمه، حاجه عظيمه، حاجه تشرف يعني. حسيت اني مش في مصر، انا قلت في حته قطعه من اوروبا والله. فالرئيس مهتم بكل حاجه والكباري والدنيا كلها في تجديدات في كل حاجه. بعض الناس يقول لك احنا هيجي لنا منه ايه، احنا عمل لنا ايه، واحنا ناكل من الكباري، احنا ناكل ناكل من الكباري وناكل من الطرق وناكل من الكهرباء وناكل من كل حاجه. حاسس ان الخدمه العامه بشكل عام بالظبط كده يعني، عندنا خدمه الكهرباء ما بتقطعش، هي الدنيا حلوه، الطرق حلوه، في الوقت بيتهيألي 80% من الدوله الطرق بتاعتها بقت حلوه. طيب ارجع لحضرتك لقطاع الصحه بناء مستشفيات، هل ممكن يكون في خطه او رؤيه لبناء مستشفيات جديده، اهتمام بالمستشفيات؟ لا احنا عاوزين تطوير المستشفيات الموجوده الاول على الطبيعه، ما بفكرش في المباني، انا اطور الموجود، اطور القديم، انا يعني اجدده انظمه، وبعد ما اخلص من تطويره الجا للاماكن اللي مفيش فيها مستشفيات اعمل لها مستشفيات. يعني انا عندي بلدنا مشكله المستشفى، انا عندي بلدنا في مستشفى 4 فدانين، يعني كانت الملكه نازله سنه 1948 اتبرعت بيه 4 فدانين يتعمل مجموعه صحيه زمان. النهارده المجموعه الصحيه قالت للسقوط. كان عندنا نائب هنا في نجيره الله يرحمه الحاج محمد المرسي، راجل محترم برضه، جاب دعم للبلد عشان يعمل بتاع المستشفى، ورموا اساس تكلف اكثر من 1,000,000 جنيه من 10 ل 15 سنه وما عادوش عملوا فيه حاجه، من اللي تعالى كده يعني. الوزاره ما جددتش في حاجه، ما عملتش في حاجه، ما بنتش فوق حاجه، اساس اترمى في الارضيه وخلاص. 1,000,000 جنيه درعم يعني، 1,000,000 جنيه شوف من 10 ل 15 سنه يعني يساوي لهم كام مليون النهارده. حضرتك شايف مثلا هل الدايره محتاجه تطوير؟ كل مكان عاوز تطوير، كل مكان. انا جنب محل الدشاهي مستشفى قايله للصوت، وبلد كبيره قد بلدنا مستشفى كريم الدين نفس النظام، في حاجات كتير جدا مستشفيات قايله للصوت. القطاع الصحه كله عاوز تطوير، التطوير التطوير، يعني احنا عاوزين دايما المستشفيات مش بتاع وزاره الصحه. انا مثلا المريض اللي بروح عندي مستشفى الطوارئ في المنصوره، او بروح الجهاز الهضمي، او بروح البطنه التخصصي، ده بيلتقى دعم وبيلتقى شغل وعلاجات، والمريض ما بيتكلفش حاجه يعني. فعلا المنصوره زي ما بيقولوا عليها المنصوره عاصمه الطب، سعادتك فيها اعظم الاطباء وفيها اعظم الاجهزه، ما بيتكلفش حاجه. انما النهارده لما المريض يروح وزاره الصحه اي مستشفى وزاره بيتكلف يا عيني، من الابره للصاروخ، الشاش، بتاع الابره، السرنجه، كل حاجه من بره. هو المريض اللي محتاج ايه؟ المريض اللي مدغدغ وروح ده. انما اللي بيروح خش الطوارئ اي مستشفى جمعيه ان شاء الله يصرف 1,000,000 جنيه متاح له كل حاجه. كنت عايز ارجع للسيره الذاتيه بتاع حضرتك، وعايز اعرف بدايه العمل العام والعمل الخدمي من بدايه حتى تخرجك، عايزين نعرف نبذه عن حضرتك يعني تاريخك. انا كنت التعليم بالثانويه العامه، وبعدين والدي توفى وانا في الثانويه العامه، فكان اخواتي كلهم يعني اللي اصغر مني واللي اكبر مني خلص او في الجامعه في السنوات النهائيه، وانا طلعت بقى من التعليم، قعدت بقى عشان ايه اعمل العمده بتاع البلد يعني. وبعدين الحمد لله طبعا مسكت رئيس الجمعيه في نجير، وصعدت على مستوى المشتركه في المركز والمحافظه، وقعدت يعني اواصل العمل واخدم الناس واخدم بلدي، وعملنا حاجات كويسه الحمد لله في البلد يعني. عملنا مدرسه ثانويه في نجير بدأناها سنه 93، كانت بثلاث فصول، النهارده وصلت 30 فصل. كان فيها لجنه الثانويه العامه السنه دي، عملنا مدرسه اعداديه، عملنا مدرسه ابتدائيه، عملنا معهد ديني اعدادي بنين وبنات، يعني الحمد لله بنعمل خدمات كويسه جدا يعني. نشاطك الاجتماعي والعمل السياسي
يعني اغلب المناصب اللي حضرتك تقلدتها، عايزين نعرف برضو حضرتك يعني في السيره الذاتيه اللي احنا قرأناها لقينا العديد من المناصب اللي حضرتك تقلدتها. كنت وكيل مجلس محل مركز زكاه الناس، بقول لك جمعيه الرعايه الاجتماعيه انا اللي عملتها انا ومجموعه من الشباب المحترمين، انا سكرتيرها، وبرضو بنقوم بخدمات كويسه جدا، خدمات لأهل البلد والناس الغلابة والناس اللي عندهم ضيوف خاصة والناس اللي عندهم كوارث. ممكن برضو نعرف أبرز الخدمات اللي بتقدمها الجمعية إيه، عشان الناس برضو اللي بتشوفنا وتسمعنا لما تروح الجمعية تقدر تعرف الجمعية بتقدم إيه. كل حاجة، أي حاجة تروح تعمل زي أي حاجة، أي واحد تعبان يلتقي الدكتور، واحد رايح محتاج مساعدة يلتقي المساعدة، بتقوم بجميع الخدمات اللي الشعب عايزها. مجهود ذاتي من حضرتك؟ مجهود مش من حضرتي، من الناس، من كل الناس. من حبايب، من الناس المحترمين كله، يعني ما حدش بيروح ويرد، بيلتقى جميع الخدمات في جمعيه الرعايه الاجتماعيه بنجير ومشداد. طيب بعد كده حضرتك تقلدت مناصب ايه تاني؟ نعم، يعني ايه المناصب الثانيه اللي حضرتك؟ الجمعيه الزراعيه طول عمري فيها، مجلس الشعب المحلي، الجمعيه المركزيه على مستوى المحافظه، الائتمان الزراعي. بما ان حضرتك كنت عضو مجلس شعب محلي، اعتقد يعني قريبه من الجهه التنفيذيه شويه شويتين، عايز اتكلم مع حضرتك عن شايف حضرتك في فرق بين عضو مجلس النواب وعضو مجلس المحلي، ولا الاثنين فيهم توافق؟ لا مش فيهم توافق، اللي ما اشتغلش عضو مجلس محلي ما يعرفش يبقى نائب. شوف النائب اللي بيتعلم الخدمه من خلال مجلس الشعب المحلي. باحتكاكه بالناس، بيشتغل بالناس، بيتعلم الخدمات، بيتعلم يعرف يتكلم ازاي، يعرف يعمل طلب احاط ازاي، يعرف يسال سؤال ازاي، يعني بيبقى عنده خبره. انما غالبيه الناس اللي بتيجي من الدار للنار وينجح مسالمه ما بيعرفش ما بيعرفش يخدم، لانه ما اتعلمش على اداء الخدمه شخصيا. حضرتك وسط الناس بتحس بايه وانت وسط الناس؟ يعني اغلب النواب يعني تقريبا بعض النواب، يعني مش عايزين نقول الاغلب عشان ما نظلمش برضو الناس، في نواب بتحب تبقى متواجده في مكاتبها، في مكاتب مكيفه، احنا جينا لقينا حضرتك وسط الناس في الشارع في كده طول عمرنا. احنا طول عمرنا عايشين في وسط الناس، يعني عاملين زي السمك ما نعرفش نطلع من البلد ولا نقوم ميتين. بس انت شايف انت جاي مصطفى تمام، انك شفت الدنيا مقلوبه كلها كلها، انت لو رحت عند اي مرشح مش هتلتقي نفس المرشح بنفس الكم الهائل ده. بالظبط، الدنيا مقلوبه كلها، من جميع البلاد جايه، من بساط كريم الدين ومن محله نشاء ومن الشناوي ومن ابو زيد احمد ومن شيخ عبد الرحمن ومن كل اللي فج العميل. عايز برضه اتكلم مع حضرتك عن الكرة وعن النبوع والعزب والمركز والمراكز المعتمده، حضرتك اكيد عارف اسماء كرة واسماء نادي، يعني ايه الحاجات اللي ممكن لو خدنا قريه او مكان احنا مش هنتكلم بشكل عام، بس مثلا نبدا بمكان بنجير بالحته دي المحيطه دي، ممكن ده محتاج ايه وده محتاج ايه وده محتاج ايه، وممكن التوحد اللي جاي ممكن نشتغل عليه ازاي بحيث ان احنا ننهض في المنطقه؟ والله انا يعني عندي نجير محتاجه حاجات بسيطه خالص، نجير محتاجه حاجات بسيطه، لان انا بقول لسيادتك احنا الوقت عندنا 3 مدارس ابتدائي وعندنا مدرستين اعدادي وعندنا معهد اعدادي وابتدائي معهد ديني وعندنا مدرسه ثانويه النهارده كان فيها 300 طالب، ساعتك في الثانويه العامه في سنه ثالثه كان 300 طالب بيمتحنوا. ساعتك فعندنا الحمد لله نجير حلوه جدا، وبعد اي بلد محتاجه تتعمل، يعني طبعا احنا لما نبقى نواب هنروح البلاد وهندرس المواضيع ايه وهنشوف كل بلد عايزه ايه وهنعمل على خدمتها بقدر ما نستطيع ان شاء الله. مش هنتاخر على حد، ولان احنا زي ما بيقولوا الخمس سنين بيفوتوا في 5 ايام، واحنا محتاجين الشعب والشعب محتاجنا، ولازم نخدم الشعب، لازم نخدم الناس، الناس غلابه، ويمكن لو ما ربنا وفقنا هنكون عند حسن ظنهم ونأدي خدمه لهم ان شاء الله. رسالة حضرتك لاهل الدايره تقول لهم ايه قبل الانتخابات واثناء الانتخابات وبعد الانتخابات؟ انا بقول لهم يعني ادعمونا ووقفوا جنبنا، ادعمونا وحاسبونا اذا قصرنا في حاجه،
احنا منكم وانتم مننا، واحنا خدامينكم واحنا شايلين همكم وانتم في نفس الوقت شايلين همنا، وربنا يوفقنا على اداء خدمه لكم، خدمه ممتازه، خدمه نعرف الناس ترتاح، الناس التعبانه، الناس اللي ما بتقدرش تعمل حاجه، المريض اللي ما بيقدرش يتواصل مع المستشفيات، اللي عنده مشكله في مجلس مدينه، اللي عنده مشكله في اي حاجه، فربنا يقدرنا على رد الجميل لهم ونخدمهم ان شاء الله. حضرتك خدت انتخابات قبل كده؟ لا، دي اول. انا خدت مع اخوات اللي قبلي الله يرحم المهندس جسر عبد الخالق، كان بينجح شعبيا، يعني حظنا احنا السيء دايما ننجح شعبيا، ولكن نسقط في ساعه الفرز سقطونا، ما تعرفش بودره قادر. مره من مرات اخويا عدى في الشوره زمان، وكان طالع الاول، يعني كان جايب مثلا كم و 30,000 واللي بعده كم و 20,000، يعملوا ايه طعن ايه وياجلوا انتخابات شهر لما عرفوا الناس وتعبوا اعصاب الناس. خدت بالك انتخابات اتزورت ايام كمال بيه الشاذلي اللي بقى الله يصلح حاله مطرح ما راح الله يرحمه، يعني تزوير عين عينك. النهارده احنا كلنا مصريين، واحنا بنطالب الرئيس السيسي، احنا كلنا مصريين وكلنا راجل واحد وكلنا هدف واحد وكلنا بنحب مصر. كلنا بنحب مصر، كلنا بنحب مصر. السلام عليكم. كلنا بنحب مصر، فاحنا عايزين نكون كلنا يعني راجل واحد، يعني ما فيش حد بيكره مصر. واللي بيكره مصر مش هنحب ما بيننا. هنبذل كلنا، نبذل كلنا. فاحنا عشان كده مش عاوزين تزوير. اللي ينجح ينجح بدراعه. اللي الشعب بيحبه ويجيب اصوات اهلا وسهلا. الشعب ما بيحبوش يلا بالسلامة. هي مش فريضة. عايز برضو ناخد مجمل عن حضرتك، اكيد يعني برضو رجل خدمات من قبل خد الانتخابات. طبعا طبعا طبعا. رسالتك لو حضرتك وفقت ان شاء الله باذن الله في الانتخابات ان شاء الله، ولو لا قدر الله ما فيش نصيب برضو يا باشا، اخواتي كانوا بيخشوا وما توفقوش وباخد ما بطلش. تاني يوم في ميتم في اي مكان، حتى لو عندي عليه وبروح له، في مناسبه بعملها، في واحد عاوز حاجه بعمل في المستشفيات بخدمه، في المجلس انا بخدمه، في الوحده المحليه بخدمه، ما بنتاخرش عن حد، ما بطلناش. طموحات حضرتك ايه في الدايره؟ ايه الطموحات اللي ممكن حضرتك نفسك؟ أنا شوف، أنا الطموحات اللي عندي اي واحد عنده مشكله احلها له، اي واحد عنده مشكله، اي بلد فيها تاخير في اي حاجه ان شاء الله ربنا يوفقنا نعملها له ان شاء الله. ان شاء الله. لو رجعنا للفلاح تاني، حضرتك برضو وجه رساله للفلاح. الفلاح اقول له يعني انت كتر خيرك وانت مظلوم، انما ان شاء الله في عهد الرئيس هنعمل على حل مشاكلك، وان شاء الله الرئيس هو بجنب الفلاحين، ويعني الامور هتبقى ماشيه كده ان شاء الله. المرأة عايزين نسلم المرأة، المرأة دي نص المجتمع، محدش يعرف ما حدش يقدر يجنبها، يعني هي موجوده في حياتنا سواء ولدنا او المرأة، فالمرأة هي نصف المجتمع، هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الابنة، فدولت هم أساس المجتمع. الشباب دوت إن شاء الله إن شاء الله، يعني ربنا يخلينا الرئيس طول عمره، وإن الرئيس إن شاء الله هيعمل على حل مشاكل الشباب، حتى اللي ما يعرفش عنده مشاكل او ما فيش سنه كبر، فان شاء الله هنطالب بعمل يعني لهم ايه راتب شهري او دعم شهري او حاجه شهريه يعني يقدر يعيش منها الشاب. حضرتك برضو عايز اتكلم بخصوص الشباب وجزء الرواتب الشهريه، شايف ده ممكن يتحقق ازاي؟ هل ده الافضل ولا الافضل ان احنا نوفر فرص عمل؟ لا، نوفر فرص عمل دي حاجه عظيمه وحاجه كويسه جدا، اوفر فرص عمل، ابني مصانع، اعمل شركات، اعمل لهم حاجات كتير، وان شاء الله دي جايه يعني ان شاء الله مصر هتبقى حلوه، في تقدم ان شاء الله، وربنا معانا يعني، شايف الخير جاي ان شاء الله. انا كنت عايز ارجع لحضرتك قطاع كبار السن والمعاشات. كتير من الناس بتطالب يعني ان هم اصحاب المعاشات بيقولوا عايزين تحسين في قطاع المعاشات ورؤيه. الرئيس عمل تكافل وكرامه للناس الغلابه، بس هي برضو يعني ايه الجماعه بتوع الشؤون بتعبوا الناس شويتين، يعني هو فلاح، الفلاح
او الراجل الغلبان المسن اللي بياخد معاش من الشؤون تكافل كل شويه يقولوا له هات ورق وجد كل ست شهور. لا هو الفلاح اللي بياخد 100 جنيه ولا بياخد 1000 جنيه ولا بياخد اي حاجه هيشتري فدان منه هو اللي هيعمل حاجه؟ ما ينفعش يعني بلاش نتعب الناس نقول كل شويه هات ورق. ومن القصه دي بطالب بيها وانا في مجلس محلي من 20 30 سنه بقول يا ناس دي يعني هو اللي بياخد 200 جنيه ممكن هيشتري فدان؟ يعني ما نقعدش نرهق الناس بقى ونتعب اعصابهم ونفسياتهم ومزاجاتهم وما بياخدش حاجه. فاحنا عايزين يعني والمعاشات تزيد بالنسبه للناس الغلابه يعني عاوزين المعاشات بالذات لانه هو اللي بياخد معاش ده وصل ايه؟ وصل 60 سنه وصل 60 سنه هو لسه ايه بعد سنه 60؟ عاد عنده السكر، عنده الضغط، عنده المراره، عنده القلب، عنده الهم كله. لابد المعاشات تزيد. يعني انا بطالب الرئيس ان المعاش ما يقلش عن 2000 جنيه 2000 جنيه وكله ياخد معاشات، كله ياخد معاشات. اما الناس الموظفين اللي هم طلعوا معاش دولت لا معاشهم برضو على الاقل تلتين المرتب. يعني كان بيقبض مثلا يعني بيقابلني ناس مثلا واحد في الضرايب العامه بيقول لي كنت بقبض 13000 المعاش بتاعي 2000 ونص طب ده يعيش ازاي؟ اللي بيقبض 13000 ويرجع ولما يطلع معاش ياخد 2000 ونص طب هيعيش بهم ازاي؟ بعد ما كان بيجيب في حجره كوم فلوس يرميها لمراته واولاده ما جيب يعني ما ينفعش. عايز ارجع بقى لحضرتك عن رمز السيف، هل حضرتك اخترت رمز السيف؟ انا اخترت رمز السيف لانني بمثل انا امين حزب الوفد بمركز ذكر بتاع حزب المؤتمر. امين حزب المؤتمر؟ امين حزب المؤتمر بمركز ذكر. ورمز السيف من اللي هم الاحزاب كل حزب له رمز معين يعني. ماشي فحزب المؤتمر هو رمز السيف. انت امين حزب المؤتمر بس حضرتك خدت انتخابات مستقله. اه عايزين برضو كنا نتكلم عن الرساله الاخيره اللي حضرتك هتوجهها لكل اهل الدايره تقول لهم ايه في عمليه التصويت في الانتخابات؟ رساله امان اقول له الانتخابات دي امانه، التصويت دي امانه، انت حط صوتك بامانه للراجل اللي انت تثق فيه، الراجل اللي تعرف ان هو يخدمك، وانت جربت كتير. خد بالك ما تنسخش وراء الكلام الكذب والكلام التفاهات، شوف انت اي انسان فاهم هو يعمل ايه. فما حدش يضحك عليك، ما كان في نوابك دي ما كانوش بيردوا على حد في التليفونات، ما كانوش بيعبروا حد. خد بالك هو مش صغير بقى النخ بيفوق بقى. يفوق عشان مستقبله اللي جاي، ايامه اللي جايه. بس عشان مصالحه تمشي. بالظبط. انما هو بقى يرجع تاني لقديم هو حر. لا مشكلة يا حاج. بس. لك التوفيق ان شاء الله. الله يكرمك. على الرسالة الكريمة دي. الله يكرمك. حضرتك تحب تقول رسالة أخيرة تختم فيها؟ أنا يعني أتمنى الخير لكل الشعب المصري وأهل دائرتي. واتمنى لهم كل حب واحترام وتقدير. وانا بقول لهم يعني انتخبونا يعني ان شاء الله وجربونا، واذا يعني ربنا وفقنا وخدمناكم حطوا ايديكم في ايدينا، واذا اسانا فقومونا. يعني اذا احسننا فشدوا يعني شدوا بازرنا. هل في حاجه عايز تقولها حضرتك من القلب لمواطنين دكرنس وبني عبيد وشربين؟ ان شاء الله مواطنين دكرنس وبني عبيد وشربين دول كلهم اهلنا، كلهم اهلنا، جميع بلدنا فيهم اهل واقارب واصدقاء وحبايب من زمان بعيد. انا راجل النهارده عندي 70 سنه. انا عندي 70 سنه فانا يعني ما فيش بيت في مركز ذكرنس ما يعرفنيش، ما فيش عزبه ما تعرفنيش. مركز ذكرنس بالذات. خد بالك ومركز بني عبيد. شربين يعني في اهليه ليا فيها في بعض البلاد قرايبي ونسايبي وحبايبي وبتاع، وخاصة البلاد اللي جنبنا زي بساط كريم الدين ومحلة انجار دول حبايبنا واخواتنا واهليتنا يعني داخلين في بعض احنا في كل حاجة يعني. فاتمنى يعني ان ربنا يوفقنا علشان نخدم اهل الدايره المظلومين. احنا لفينا وشفنا بلاد مظلومه وكان عندهم نواب واحد واثنين وثلاثه، ويعني لما يكون مثلا عزبه عاوزه محول كهرباء ده من ابسط الحاجات. ده انا جايب في بلدنا من اي حاجه جايب محولين، بتاع اربعه يا رب اربع محولات.
وعندنا جايبين بتاع اهوت كابلات عشان نعمل دعم للبلد ونعمل وعمويل والكهرباء تمشي. لا القائمين على هندسه الكهرباء في شربين الناس على اعلى مستوى وناس محترمين ما بيتاخروش، يعني بنتكلم النهارده اسبوع تلت حاجه البضاعه جايه، كل الشغل شغال وكل الدعم شغال وكل حاجه كويسه. انما المشكله ان يعني ما فيش حد بيوصل مسؤولين البلد دي عايزه ايه. يعني انا بتجاربي من زمان كان عندنا نائب اسمه وزير الدفاع عبد الاسماعيل الله يرحمه، ده اتعلمنا عليه حاجات كتير، كان راجل صادق راجل محترم بمعنى الكلمه. يعني الحمد لله عملنا حاجات كتير، ويمكن الطريق ده كان تبع مثلا القوات المسلحه حولناه تبع مدير الطرق، ورجعنا حولناه تبع الهيئه العامه للطرق، كان اسمه طريق شربين كفر صار رقم 14. بقول لك هنا مصالح كتير في نجير عملناها، ونجير الحمد لله حلوه 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 جدا جدا، ودخلنا شفناه وقابلناه من الناس وتواجد الناس مع حضرتك، والناس هنا كلها بتتبارى في الخير والله. كل البلد ناس حلوه وناس طيبين وناس محترمين، والجميع بيتبارى للخير لاهل الدايره ولاهل البلد، وده اللي احنا بنتمنى لحضرتك التوفيق ان شاء الله. والناس قدامك يعني تحب تسال اي حد كيفك؟ اكيد احنا هناخد لقاءات مع كل الناس اللي موجوده و باشا اسال اي حد، والحمد لله يعني احنا بنتمنى لحضرتك ان شاء الله التوفيق باذن الله، يكون لنا لقاء ثاني بعد نجاح حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نراك على خير باذن الله. حضرتك بما في اللي حضرتك بتقدمه بالخير الاعمال اللي احنا سمعناها، احنا تقريبا ما فيش خلفيه او معرفه سابقه بالحاج عبد الخالق احمد عبد الخالق، لكن كان كلام الناس واضح وارائهم عنه كان مهم ومميز جدا، فاحنا بصراحه بنتمنى له التوفيق، بنتمنى لكل الناس اللي هي تدعمه ان شاء الله. الحاج عبد الخالق احمد عبد الخالق رمز السيف رقم 13 دايره ديكارنس وشربين وبني عبيد، بنشكركم على هذا اللقاء وبنشكرك يا حاج على اللقاء ده. شكرا يا باشا. شكرا. ونطلع فاصل هناخد اراء مواطنين اهالي الدايره عن الحاج عبد الخالق احمد عبد الخالق ونرجع لكم تاني. حبيت اتكلم الحاج عبد الخالق، اقول ان يكفي ان الحاج عبد الخالق اتربى على ايد الحاج توفيق عبد اسماعيل فارس النواب على مر التاريخ، والحاج عبد الخالق عضو مجلس محلي لفترات طويله ورئيس الجمعيه المركزيه في الدقهليه ونقيب الفلاحين. الحاج عبد الخالق متمرس في العمل العام بشكل غير عادي وطاقه غير عاديه. الحاج عبد الخالق كان مطلبنا من سنين، الحاج عبد الخالق ما ترشحش من تلقاء نفسه وبرغبه منه. الحاج عبد الخالق كان مطلب الجميع هنا، يعني احنا عدد كبير جدا من ابناء البلد كان بيترجاه ان ينزل من دورات سابقه، ولكن حان الوقت ان هو ينزل وفعلا نزل عشان يمثلنا. الحاج عبد الخالق ميزته ان هو عنده انتشار واسع في الثلاث دوائر وله معارف عديده. الحاج عبد الخالق بنعتبره من لو جيت اصنف نواب مجلس الشعب انا اقدر اقول ان هو في المرتبه الاولى. بمعنى ايه؟ يجي في لما اجي اصنفهم تصنيف صحيح هقول ان النواب ينقسموا الى ثلاث، نائب شنطه وقاعه ونائب شنطه ونائب يروح يحلف اليمين وما عادش يرجع تاني. فالحاج عبد الخالق من نواب الشنطه والقاعه، يعني القاعه هتفرز حاجات ايجابيه ملموسه من حاج عبد الخالق وهيقدم كل شيء عن المواطن. وهو ميزته ان هو ملمس مع الخدمات وشتى في شتى المجالات. حاج عبد الخالق مولد نائب رائع بفضل الله، والحمد لله سمعته سابقاه، وانا كل ما اروح مكان للامانه واجي اتكلم عنه يقول لي لو سمحت، لمجرد بس ان اقول له ده يهمني، لو سمحت ما تتكلمش عند الحاج عبد الخالق. دي كانت عندي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، هو جاي فرحان ان هو بيقول لي لا ما تتكلمش انا مع الحاج عبد الخالق. فالحاج عبد الخالق عضو ان شاء الله هيبقى عضو غير عادي، عنده شجاعه محسوبه وعارف بيقول ايه، وراجل مواقف وراجل شهم، واحنا كلنا معاه وبالتوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا من المقر الانتخابي بتاع الحاج عبد الخالق احمد عبد الخالق رمز السيف رقم 13 مرشح مجلس النواب عن الدائرة الخامسة بالدقهلية مركز ديكيرنس وشربين وبني عبيد. وطبعا احنا من الداعمين والدافعين والمؤيدين للحاج عبد الخالق، والسبب الرئيسي ان الشباب هم اللي دفعوا الحاج عبد الخالق للترشح، لان هو
هو يعني كان رافض. هو طبعا سيرته الذاتية من أكتر من 50 سنة وهو في العمل العام وفي العمل الخدمي، وما فيش أي حد قصده من أي مكان إلا وسعى معاه لحد ما يقضي معاه مصلحته، ولو كلفه مهما كلفه ذلك، سواء تكلفة مادية، تكلفة معنوية، مجهود بدني، وقت، مجهود، أي حاجة، كل ده هو بيضحي به من أجل خدمة ومصالح كل الناس وكل المواطنين، ولا يعطي اهتمام سواء هو من بلده أو خارج البلد من الدائرة أو خارج الدائرة، إنما هو ده حب شخصي من ذات الحاج عبد الخالق في أداء الخدمة. ونتمنى له الدعم من كل المحبين وكل المؤيدين إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى له التوفيق بإذن الله. أنا اسم رمضان الشربيني عبد المجيد، بأيد وبايع الحاج عبد الخالق أحمد عبد الخالق، راجل بيمثلنا عن الفلاحين، وما حدش هيسمع صوتنا إلا لما يوصل عن طريق الحاج عبد الخالق. أنا بنعاني لأن ما حدش بطالب بحقوقنا، فاحنا عاوزين واحد يمثلنا في مجلس النواب اسمه عبد الخالق أحمد عبد الخالق، راجل بيخدم ومش عاوز حاجة، وراجل يعني تملي بيسأل عن الفلاحين، وأمين عام الفلاحين بمحافظة الدهلية. ما احناش عاوزين ناس ننتخبهم وبعد كده ما نشوفهمش، دول ناس معاهم فلوس وناس رجال أعمال، يعني ورايح منظرة لمصالحه بس. الناس الأغنياء دول اللي هم رجال أعمال ومناصب كبيرة، احنا عاوزين واحد من الطبقة بتاعتنا اللي تحت الأرض دي يرفعنا، يتكلم عننا ويكلم الحكومة. هو الحكومة عارفانا ولا شايفانا؟ ولا في لواء أو ناس من رجال الأعمال اللي هو بتاع الاستيراد والتصدير، هو هيجي هنا في الريف ويعرف المعاناة اللي أنا فيه؟ احنا بنطالب الحكومة تاخد واحد يمثلنا، سيبنا من الكلام بتاع زمان دي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا بنأيد ترشيح الحاج عبد الخالق احمد عبد الخالق لاسباب كثيره، منها ان هو راجل خدمي طول عمره، وراجل بيجري في المصلحه العامه، وراجل فاهم الناس عايزه ايه، الناس عايزه ايه وطلبات الناس ايه، وراجل من عامة الشعب، مش راجل لواء ولا راجل أعمال ولا راجل عنده شركات ولا راجل عنده حاجة، راجل هيعيش معانا، وأنا بصفة عشت معاه فترة طويلة. الراجل ده أي مصلحة للبلد لا نتوانى عنها، أي مصلحة، مدارس اشتغل، أي مصلحة تخص البلد أو بأي بلد ما بنتوانىش عنها، في المستشفيات له باع كبير في أي مكان، وانا عشرته فتره طويله وماشي معاه بقالي فتره طويله، لن يتوانى، وراجل جريء يعني يقدر يتكلم ووصل صوتنا، وراجل خدمي طول عمره يعني ابا عن جدا، واحنا عايزين الناس اللي زي ديت عشان هي تقدر توصل صوتنا للمسؤولين الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي رزق رجب، من قريه نجير، دايره كرنس وشربين وبني عبيد. انا بايد الحاج عبد الخالق احمد عبد الخالق لانه راجل خدمات من الدرجه الاولى حقيقي، يعني الراجل ده راجل خير وراجل صاحب انجازات حلوه في البلد، وهو انسب واحد لمجلس النواب، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الدايره، لان انا عارفه كويس، ابن بلدي وراجل خدوم وطول عمره عطاء للبلد، خير فعلا، وياريت الناس كلها تأيد الحاج عبد الخالق لانه راجل كويس وراجل خدوم ومجامل حقيقي، يعني بيته مفتوح في اي وقت، انا عن نفسي بخش في البيت في اي وقت وبزق الباب عليه بدون ما هو يكون نائب وبدون اي يكون منصب، بيخدم، ولو مش في ايده حاجه بيجري معايا برضك للمساعده الخير، وربنا يوفقه واحنا كلنا وراه بقلبنا وبعقلنا وبكل حياتنا له، لانه هو راجل خدوم فعلا. اسمك ايه؟ صفيه ابو بكر. يقرب لك ايه الحاج عبد الخالق؟ يبقى عم. يبقى عمك لازم. جه تقف النهارده معاه في المؤتمر ليه؟ كده عشان هو عامل بحبه. بتحبيه؟ بيجيب لك حاجه حلوه وكده؟ اه. ولا جاي تقف جنبه بس؟ لا جاي اقف جنبه.
جاي تقف جنبه يعني؟ اه. طب ادعي له انه ينجح. يا رب. اسمك ايه؟ علي سهر توفيق. يقرب لك يا الحاج. بعم. عمك لازم؟ من بعيد. قرب قرب عشان من بعيد. من بعيد؟ جاي تقف جنبه النهارده وتسنده في المؤتمر؟ اه. بجد والله؟ والله. ماشي. ادعي له انه ينجح. يا رب ينجح. تعالى قرب. اسمك ايه؟ عبد الرحمن محمد. يقرب لك ايه الحاج؟ جدي. جدك لازم؟ اه. بجد والله؟ والله. جاي تقف جنبه النهارده تسنده؟ اه. ادعي له انه ينجح. يا رب ينجح. يا رب. اسمك ايه؟ معاذ. يقرب لك ايه الحاج؟ يبقى عمي. عمك؟ اه. عمك لازم ولا عشان عارف ان هنا عمك ليه حاجات كتير؟ لا عمي عمي. عمك لازم يعني؟ اه. جاي تقف جنبه النهارده ليه؟ عشان عمي وبقول له ربنا ينجحك يا رب. لما ينجح هتطلب منه ايه؟ مش هطلب منه اي حاجه، اقول له ربنا يخليك. اه. يا رب ادعي له يا رب. اسمك ايه يا عسل؟ سفيان. سفيان يقرب لك ايه الحاج؟ يبقى جدك لازم؟ يعني انت ابن بنته ولا ابن ابنه؟ ابن بنته. ابن بنته. ابن بنته؟ جه تقف جنبه النهارده في الانتخابات؟ اه. هتقول يا رب ينجح؟ قول يا رب ينجح. طيب. آمين. ماشي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السعيد البشير إبراهيم البشير من نجير مركز ذكرنس دالية. الحاج عبد الخالق أحمد عبد الخالق له خدمات علينا كلنا وعليا أنا شخصيا. أنا السعيد البشير فجيرة معايا لحد ما وظفني في التربية والتعليم وله الفضل علي وكلنا بنعشق الحاج عبد الخالق أحمد عبد الخالق وهو رجل خدوم ورجل له مصالح كتير بيعملها للناس وكلنا بنأيده وبنحبه وبنحترمه وهو أبونا الكبير وهو كل حاجة لنا والحاج عبد الخالق ربنا يوفقه وينجحه يا رب.